ال project planning، لو تفتكروا ان احنا كنا ال project كان متقسم initiation وبعد كده planning وبعد كده execution. احنا هناخد ال planning وبعد كده الدكتور احمد ان شاء الله يكمل في موضوع ال planning برضه ان شاء الله. فالحاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة حاجة اسمها project planning in action، هنشوف هنعمل ايه بالظبط، وبعد كده ال steps بتاعة ال planning phase كلها، ازاي نعمل project plan، ايه هو حاجة اسمها project charter وحاجة اسمها work break structure، وبعد كده ازاي نعمل resource plan، ازاي نعمل حاجة اسمها responsibility matrix، افهم يعني ايه financial plan، quality plan، risk plan. الريسك بلان في حاجه اسمها فيش بون دايجرامز او كوز افكت دايجرامز، ونفهم يعني ايه اكسبتنس بلان وبروكيورمنت بلان. السكرين باينه بس كده كويس عندكم؟ اه تمام يا دكتور. البروجكت بلانز عموما احنا عموما بنقسمهم، يعني هي عبارة عن تقسيمة للأكتيفيتيز كلها اللي بتبقى موجودة في البروجكت علشان خاطر من أول ما يبدأ لحد ما ينتهي. وبتتقسم requirements identification evaluation، يعني أنا بعمل evaluation طيب وأبدأ أحدد كده دكتور، الصوت مكتوم شوية. نعم الصوت ساعات بيتكتم شوية كده، معرفش ليه. طيب مش عارف هعلي صوتي شوية. وبشوف بعد كده الانتجريشن بتاع الكلام اللي انا عملته ده كله بعد التست ماشي كويس ولا لا، وبعد كده بعمل validation، وبعد كده بشوف الكاستمر تيست وايفالويشن، بشوف بقى من ناحيه الكاستمر نفسه بشوف اذا كان هو الايفالويشن بتاعه ايه، التقييم بتاعه ايه، عمل تيست للبروجكت ولا لا، اشتغل عليه، وبعد كده الاوبريشن نفسها والمينتنس بيحصل. دول الناين سيجمنتس اللي بيعدي فيهم البروجكت. فكل سيجمنت من دول في جزء بقى اكتيفيتيز كتير، انا علشان اعرف اعمل الفاليديشن دوت محتاجه اكتيفيتيز كتير جدا، عشان اعمل تيست اصلا للبروجكت بتاعي محتاجه اكتيفيتيز كتير جدا. كل الاكتيفيتيز دي والمايلستونز، المايلستون يعني خطه مهمه. دكتور هو المايك وحش جدا. في حد بيقول حاجه؟ المايك الصوت مش موجود اساسا. حاجه سامعني يعني ولا ايه؟ لا هو الصوت بعيد جدا. استاذ دكتور، مرة حضرتك ساعات المايك بيبقى بعيد كده ومكتوب، معرفش ليه. هو انا معلش اصلي من الموبايل النهارده. طب هحط سماعه كده واشوف، ثانيه واحده. طب طب ايه الاخبار كده دلوقتي؟ تمام يا دكتور. ماشي، خليكم معايا كده متابعيني، لو في حاجة قولوا لي. يعني طيب بالنسبة للسيجمنتس بقى اللي موجودة، التسع سيجمنتس اللي احنا قلنا عليهم دول، دول حاجات أساسية يعتبروا زي مايلستونز أو محطات بوصل لها. قبل ما أتحرك من محطة للتانية لازم أوصل، يعني
يبقى في حاجة اسمها quality gates. quality gates يعني face gates، بتسمى تاني حاجة تانية اسمها face gates، اللي هو كأني بقيم الحاجة اللي أنا السيجمنت اللي أنا بدأت فيه ده، وأشوف هل هو فعلا وصل للتارجت اللي أنا عايزاه ولا لأ قبل ما أروح للي بعده. عشان ما ينفعش أبقى في التست، عملت تست مثلا ويطلع التست النتائج بتاعته وحشة وأروح أعدي للي بعده. زي برضو الاكزامبل اللي موجود، ما يبقاش في جزء الديزاين، ان انا الديزاين ما يبقاش ابروفد من مثلا من يعني في حاجه غلط في الديزاين، في حاجه مش مظبوطه مش ما تناسبنيش في الديزاين، واروح اعمل امبلمنتيشن على طول. محتاجه ان انا اعدي المايلستونز دي. طيب الستبس بقى بتاعت البلاننج فيز عباره عن ايه؟ ان انا كل البلانز اللي انا محتاجه اعملها علشان ابقى فعلا عملت حاجه اسمها بلاننج فيز، خلصت البلاننج كله. بعمل project plan, resource, financial, quality, risk, acceptance, communication, procurement. والكلام ده كله هنشرحه بالتفصيل دلوقتي. أول حاجة ال project plan. ال project plan يعني أنا عايز أشوف المشروع هيبقى عامل إزاي، هيشتغل إزاي. بيقدموا document مهم جدا اسمه project charter، ودوكيمنت تاني اسمه Work Break Structure. الاتنين دول بيقسمولي المشروع لحبة حبة steps، حبة activities، حبة يعني حتى من اسم الدوكيمنت تاني Work Break Down Structure. يعني أنا بكسر البروجكت لحبة activities صغيرة أقدر أشتغل بيها. تعالوا نشوف واحد واحد ونشوف ايه بيتعمل ازاي. البروجكت تشارتر اول حاجه اقول لكم التعريف بتاعه: written agreement between the project manager, senior management and the functional managers who are committing resources to the project. written ده لازم يبقى written، حاجه مكتوبه. agreement يعني اتفاق ما بين مين بقى؟ البروجكت مانجر مدير المشروع، السينيور مانجمنت اللي هي بتاعه الفيرم بقى، الناس اللي احنا شغالين تحتيهم، والفانكشن مانجرز اللي احنا اتفقنا عليهم المره اللي فاتت اللي هم بتوع الديبارتمنتس المختلفه اللي انا بتعامل معاهم في المشروع. كل دول بيدوني ريسورسز وبيتعاملوا في المشروع، محتاجين زي اتفاقيه كده ما بينهم. في تعريف تاني بيقول: a high level document that helps to define the scope of the project and is typically submitted to get project approval to move on to develop a project plan. فده بيبقى أول حاجة في المشروع خالص، لأن هو في الأول بيشرح لي السكوب بتاع البروجكت هو عبارة عن إيه، بيديفاين السكوب دوت، وبيتقدم علشان أخد أصلاً بروجكت أبروفل من الأول، علشان بعد كده أبدأ في البروجكت بلان بجد بقى. ممكن يبقى الكلاينت داخل فيه، زي ما اتفقنا إن في بعض المشاريع محتاجة إن الكلاينت يكون موجود، والبوبليك يكونوا موجودين. هو يعني الالمنتس بتاعته هو المفروض يبقى جواه ايه. اول حاجه يبقى موجود فيه البيربز بتاع المشروع، سامري صغير كده بيبقى بيتقدم للمانجمنت الكبير اللي فوق اللي هو السينيور مانجمنت. يعني بيبقى فيه الجنرال جولز بتاعه البروجكت، يعني شرح بسيط كده لكل الاوبجكتيفز اللي موجوده، وده يعتبر حاجة هو ده البيزنس كيس بتاعي. فبكتب فيها الماركت opportunities، هو ايه الـ opportunities بتاعتي اللي موجودة في الماركت في السوق، البروفيت بتاعي، الneeds بتاعت الorganization بتاعتي. بكتب الcustomer requests عشان الproposal هم محتاجين ايه بالظبط، بكتب كل التكنولوجي اللي انا محتاجها، بكتب كل الconsiderations سواء social او environmental او regulatory. كل ده اسمها البيزنس كيس، يعني بشرح البيزنس بالظبط بتاع البيزنس كيس، او بشرح شكل البروجكت بالظبط عامل ازاي. ده يعتبر البيربز بتاعي، هدف المشروع ايه، انا بعمل المشروع ده ليه. بعد كده بكتب الاوبجكتيفز، بيبقى احنا كتبنا في الاول الجولز، الجول يعني ما هو ايه الفرق بين البيربز والاوبجكتيف؟ هنا بكتب جولز وهنا بكتب جولز. لا، في الاوبجكتيفز بكتب جولز بديتيلد ستيتمنت شويه، يعني بشرح باكتر شويه.
وهشوف بعدين بقول هينتهي ازاي المشروع. Explains how the project will be terminated. يعني انا مثلا هبدأ مشروع هعمل مثلا مكتبة مثلا عامة في مكان معين، فيبقى بداية المشروع ان انا ايه البيربز بتاعي، البيربز بتاعي ان انا يبقى عندي مكان للقراءة. الديتيلد بقى ان يبقى المكان ده ما فيهوش مثلا مكتبة عامة خالص، انا محتاجة ان انا ادخل يبقى فيه حاجة مكان للناس تقرأ فيه، تعمل فيه نشاطات للاطفال، تعمل كذا. بشرح بقى اكتر وهينتهي ازاي. هينتهي ان المكان دوت اللي احنا اخترناه هيبقى فيه مكان للمكتبة للقراءة، ومسرح مثلا للاكتيفيتيز اللي ممكن تتعمل، ومش وجنينة للناس تقعد فيها مثلا. يعني كمان بيقولوا البروفيت والكومبتيتيف ايمز من البيزنس كيس ديت، فلازم اقول البروفيت اللي جاي ايه. ثالث حاجه اوفر فيو، ببص كده عامه على البروجكت نفسه، وبشرح كل التكنيكال ابروتشز وكل المانجيريال ابروتشز اللي موجوده. وبشرح كل relationship بالتكنولوجي، يعني ببص نظرة عامة كده كل الحاجات اللي ليها علاقة بالمشروع بشرحها. بعد كده السكادول، لازم أقول السكادول هيبدأ إمتى وهينتهي إمتى، وأنا عندي events معينة، عندي حاجات معينة لازم تتسلم، زي ما قلنا quality phases اللي موجودة في الأول ديت. بعد كده resources، الريسورسز محتاجة ان انا اقول ثلاث حاجات مهمة جدا. البادجت، اقول البادجت بتاعتي قد ايه، وبعدين اقول الليست بتاعت كل الكونتراكتوال ايتمز، كل الناس اللي بعمل معاهم كونتراكتس او عقود محتاجة ان انا احطهم، وكمان السعر بتاع المونيتورنج والكنترول، يعني الكواليتي بمعنى اصح في السكه كده انا بشتغل ايه، الحاجات اللي بعمل لها مونيتورنج وكنترول بروسيدجرز دي السعر بتاعها كام، دي ريسورسز بتاعتي. نمره 6 البيرسونال، الناس اللي بتشتغل في الموضوع. محتاجه ان انا اكتبهم واقول هم محتاجين ايه، هل محتاجين مثلا تدريب معين يتدربوا عليه، هل محتاجين سكيل معينة نعملها، هل محتاجين أصلا في عندنا ريكروتينج بروبلم إن أنا علشان أوظف ناس أصلا عندي مشكلة فيها، عندي مثلا في ناس مهندسين مثلا داخلين، أنا محتاجة مثلا كمية مهندسين كتير وعايزة فريش جراديوتس مثلا وعندهم مشكلة مثلا في الجيش، إن أنا في الدفعة اللي هتتخرج هيدخلوا جيش مثلا، فمش هعرف أخدهم في الوقت ده، لازم أفكر في الحاجات دي. بعد كده الريسك مانجمنت بلانز، شوف ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني وازاي ممكن احلها وازاي ممكن تأثر على المشروع. يعني مثلا مشكلة من المشاكل زي مشكلة الجيش دي مثلا في التعيين، او مثلا ان انا لما هبدأ في المشروع دوت هيبقى بعد شوية في عندي تسليم، لا يعني لما اجي اسلم مثلا مرحله من المراحل هيبقى التسليم دوت مثلا في وقت مش مناسب للشركه، مثلا في تسليم تاني في حته تانيه فهيبقى محتاجه العماله هنا وهنا مثلا. كل اي حاجه ممكن يبقى فيها ريسك وتاثر على المشروع سواء في البادجت او في التسليم نفسه او في الوقت يعني او في التنفيذ، محتاجه ان انا افكر فيها واكتبها. الإيفاليويشن ميثودز، إزاي بقى هعمل إيفاليويشن وأعمل مونيتورينج وأوديتينج وإيفاليويتينج وكل حاجة للإيه للمشروع دوت. ده شكل أشكال كتير قوي للبروجكت شارتر. تعالوا مثلا نشوف ده هنا، ده كاتب البروجكت تايتل، الستارت ديت، والبروجكتد فينيش ديت، البروجكتد اللي هو متوقعه يعني، البروجكت مانجر مين، الأوبجكتيفز إيه، الأبروتش بتاعي إيه، الرولز اند ريسبونسابيلتيز، اسم اسم الحد والرول بتاعته والريسبونسابيلتي بتاعته. احنا اتفقنا البروجكت شارتر ده ريتن اجريمنت، اجريمنت يعني الناس بتتفق عليه، يبقى لازم يبقى فيه سيجنتشرز، يبقى فيه امضاءات موجوده عندي اهي كلها، وبعد كده فيه شويه كومنتس. ده شكل من الاشكال.
في شكل تاني كاتب البروجكت نيم، البروجكت سبونسر، مين اللي مين اللي دافع او يعني الاونر، يعني بروجكت مانجر، الديت اوف بروجكت ابروفل والليت ريفيجن ديت، البروجكت ديسكريبشن، كتب السكوب، عمل البيزنس كيس، عمل كونسترينز، كونسترينز اللي هي تايم وبادجت وسكوب وكواليتي، الديليفربلز هو انا المفروض اسلم ايه، البنفيتس بتاعتي ايه، ستيرنج كوميتي اللي ناس اللي بتدير المشروع، البروجكت تيم، الكي ستاك هولدرز المفروض يكتبهم، والريسكس اللي موجودة عندي. شكل تالت برضو كاتب project name، project manager، الـ sponsor، الـ executive committee sponsor، بعد كده الـ project scope، كاتب الـ business needs والـ goals والـ product description، الـ project assumptions، project constraints، هنا مثلا كاتب project selection process، هنا project description. المهم نفس الستة التسع حاجات اللي احنا قلناهم فوق بيتكتب. تاني حاجة بتتعمل في البروجكت بلاننج هي الورك بريك داون ستراكتشر او ورك بريك ستراكتشر. هو ده a deliverable oriented grouping of the work involved in a project that defines the total scope of the project. او معنى صح ان انا عندي البروجكت ده حاجة كبيرة جدا، في ستابس كتيرة جدا، بقسمها وبقطعها، بعمل لها بريكنج لشوية اكتيفيتي صغيرة اقدر اتابعها واقدر ايه اشتغل عليها. ده بالظبط الايه الكلام اللي اختصار كل الكلام ده. ولو تفتكروا ان الورك باكج، احنا كنا قلنا البروجكت في تاسك وبعد كده الورك باكج، الورك باكج دي كانت اقل حاجة خالص، فهي في اللوست ليفل بتاع الورك بريك ستراكشر. عشان اوصل بقى ان انا اعمل الورك بريك ستراكشر، في عندي اربع طرق اقدر اكتب بيهم الورك بريك ستراكشر. اول طريقه هي الانالوجي، ان انا بقارن سيميلر بروجكتس للايه للبروجكت بتاعي واطبقه عليا. يعني انا شفت مشروع تاني زي اللي انا بعمله بقارنه او بطبقه عليا، بعمل كده فانا ممكن اعمل كده، بعمل كده انا ممكن اكمل كده، لا انا عندي حته زياده هنا، انا حته عندي دي مش هينفع اعملها. او ان انا اعمل حاجه اسمها توب down approach، ان انا ببدا بروجكت من كبير قوي انا عايز اوصل لايه وابدا اقسمه من فوق لتحت، او العكس bottom up، انا عندي في الاخر انا عايز اوصل لايه، حاجات صغيره خالص اللي انا عارفه ان انا هعملها عشان توصلني للمشروع الكبير. او المايند مابينج هو المايند مابينج ده عباره عن طريقه، هي المفروض طريقه في التفكير في المشروع. احنا كل ده لسه بفكر في المشروع، فانا هعمل ايه؟ المايند مابينج ده عباره عن ان انا بكتب كلمه مثلا في النص كده في دايره وبطلع منها فروع، وفي كل فرع بقدر اطلع منه بقى حاجات. يعني مثلا زي ما احنا قلنا كده، مثلا عايز اعمل مكتبه، يبقى انا في النص كده هكتب مكتبه عامه. المكتبه العامه محتاج ان هي يبقى فيها ايه؟ محتاج ان هي يبقى فيها مباني، محتاج ان يبقى فيها جناين، محتاج ان يبقى فيها فاسيلتيز، حاجات فيها فاسيلتيز، فمثلا ثلاث حاجات دول بس. طيب المباني دي فيها مباني ايه؟ فيها مبنى مثلا المكتبه نفسه، في مبنى المسرح، في مبنى مثلا نادي مثلا لو هعمل حاجه فيها جيم او حاجه مثلا كده، ادي ثلاث مباني. بالنسبه للجناين، الجناين محتاجه تبقى مثلا مساحتها كذا، فيها كذا وكذا وكذا، اطلع فرع بقى ومن كل حاجه اطلع فرع كده. دي فكره في طريقه التفكير يعني. طيب ليه بقى بيحتاجوا الورك بريك ستراكشر دوت؟ لان هو بيعمل استيميتنج للكوست بتاع البروجكت. وانا بعمل الكلام دوت بيطلع لي بس عندي شغل كتير قوي، فاقدر اقول الحته دي هتتكلف كذا، دي هتتكلف كذا، دي هتتكلف كذا، فبقى عندي استيميشن كده للكوست هيبقى عامل ازاي. وفي نفس الوقت بقدر اعمل التايم لاين بتاعي، ما انا طلع مثلا عندي 10 اكتيفيتيز موجودين جوه البروجكت، فيبقى كل واحد مثلا بياخد له من شهر لشهرين مثلا، فعرفت خلاص التايم لاين تقريبا كله قد ايه. بيكتب حاجه اسمها statement of work، نشوفها دلوقتي. وبعدين بيعمل assigning للresponsibilities والrules. يعني انا بقول ان فلان الفلاني هيعمل كذا، فلان الفلاني هيعمل كذا، وهشوف دلوقتي بنقسمها ازاي. بعمل tracking للprogress، لان انا
عارفه التايم لاين وعارفه كل واحد بيعمل ايه، فبالتالي انا هقدر اشوف والله بعد الشهر دوت كان المفروض ده كذا وكذا وكذا يخلصوا، وفلان 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 المسؤولين عنهم، وفي نفس الوقت كمان بيشوف الريسك بتاعي. هو بصوا بتبقى هيريكلر كده، هيريكلر يعني ايه؟ يعني حاجه نازله من حاجه نازله من حاجه، بس اللي هو عندي مثلا هنا هو بيتكلم عن الباستر عنده 100 حاجه، 100 رقم يعني 100 سوري اكتيفيتي هيعملها فيه. اول حاجه منهم كاتب الفريم والكرانك والويلز والبريكنج سيستم والشيفتنج سيستم والانتجريشن والبروجكت مانجمنت، كل دول جنبيهم كل واحده فيهم كذا ايه كذا اكتيفيتي. فانا الفريم سيت مثلا فيها 15 اكتيفيتي، فقسمها ازاي؟ ان عمل هي الفريم الهاندل بار الفورك والسيت، وكل واحده فيهم كذا واحده. دي طريقه. الطريقه الثانيه مثلا الناحيه الثانيه نيو توي فور 5 تو 9 ييرز اولد، واحده هيعمل لعبه جديده من لسن من 5 ل 9 سنين. اول حاجه هيعملها الماركت ريسيرش، وبعد كده البرودكت ديزاين، برودكت ديفلوبمنت، برودكت بلاننج، ماركتنج والبروجكت مانجمنت. في الريسيرش هيعمل فوكس جروبس، سيرفيز، ريسيرش اناليسيس، ماركت ريسيرش فايندينجز. كل حاجه قسم بقى كل جوب من الجوبس دي او كل تاسك من التاسكس دي قسمهم لايه؟ لتاسك اصغر. البروجكت ديزاين، الديزاين نفسه عمل فيه ريسيرش ايفالويشن والديزاين دوكيمنت. دي طريقه تانية. او البيزنس بروسيس نفسه موديلنج، الموديل نفسه هيعمل لونش للبروجكت، وبعد كده الديزاين فيز، كومبليت انوفيت فيز اور موديلنج فيز، ديفلوبينج او اكزكيوشن فيز، امبلمنتيشن فيز، رياليز فاليو اند مونيتور فيز، وهكذا بقى يبدا ينزل كل واحده فيهم كل التاسكس كده. يبقى احنا خلصنا البلان فيز اللي هي اول واحده خالص، سوري البروجكت بلان الاول حاجه. ثاني حاجه بنعملها الريسورس بلان. الريسورس بلان ديت بتبقى محتاجه ان انا اعرف الليبر والايكويبمنت والماتيريالز. الليبر اللي هي الناس اللي العماله يعني اللي موجوده، الايكويبمنت كل الايكويبمنت اللي انا بستخدمها، وكل الماتيريال اللي انا بستخدمها. محتاج اعرف حاجه اسمها ريسبونسابيلتي ماتريكس، اللي هو كل واحد ما شغال في المشروع ايه الرول بتاعته، ايه الريسبونسابيلتي بتاعته. ومحتاجه ان انا اعرف الكوانتيتيز بتاعه الماتيريال كمان، كميات اللي انا عايزاها. ريسبونسابيلتي ماتريكس ده بيبقى حاجه عامله زي كده، ان انا بيبقى عندي اسم التاسك نفسه، ومين اللي هيبقى كل الناس اللي موجوده عندي، وفي زي كود كده هقول لكم هو ايه، وبعد كده الديو ديت، وبعد كده الستاتس بتاع الايه بتاع مثلا اول تاسك هتلاقوا فيه حروف كده اي واي وار وسي. لو شفناهم تحت هنا كده، ال R ده responsible هو المسؤول عن ده، ال A accountable يعني هو ده أنا ممكن أرجع له فيها، يعني أنا ممكن أرجع للشخص ده فيها، consulted أستشيره فيها، I informed. فيبقى أنا لما واحد مكتوب عليه I يبقى بعد ما الكلام ده يخلص لازم يروح أقول للراجل دوت إن التاسك ده خلص. اللي مكتوب عنده R هو اللي بيعمل المشروع، هو اللي بيعمل سوري التاسك. الكونسلتد ده ان هو انا في مثلا مشكله حصلت فهروح اعمل كونسلتيشن لده، هستشير الفلاني الفلاني ده. الاي اكاونتبل دوت هو اللي هو لو انا احتجت اي مساعده ده ممكن يساعدني فيها، مساعده يشتغل معايا. ففي اللي فوق ديت هتلاقوا فيه بقى سي واي، اي وار، يعني واحد ممكن يبقى سي واي مع بعض، يبقى كونسلتد وانفورمد. وفي الاخر خالص الستاتس في الاخر ده خلاص done in process canceled، ممكن يبقى في حاجه مش محتاجينها خلاص ما احتجتهاش. فانتوا الحاجات اللي احنا قلناها دول البروجكت شارتر وال WBS والresponsibility matrix دول هتعملوهم في البروجكت بتاعكم بنفس بقى الاشكال دي. وهتعملوا كمان لسه حاجه من اللي هنقولها اللي هي الريسك بلان دلوقتي. تالت بلان بنعملها هي الفاينانشال بلان. دي هي محتاجه ان انا اقول الكوانتيتي بتاعه الفلوس قد ايه في كل مرحله من المراحل اللي بنشتغل فيها.
وفي نفس الوقت هي بتبقى زي reference كده بالنسبة لي، ما بين بقى احنا بنحط بلان عموما للفاينانشال بلان بتاعتي والريسورسز وكده، والتطبيق بيبقى ممكن يبقى مختلف، فبقدر اقارن ما بين التطبيق والايه والحقيقه يعني، سوري، التطبيق والبلان. بعمل ايه بقى علشان اعمل forecast what resources the project will require. فوركاست يعني بتنبأ في المستقبل انا محتاجه ايه الريسورسز اللي محتاجاها، وبعدين اشوف الكوانتيتي بتاعت كل حاجه، فلوس كل حاجه منهم ايه، اعرف هيحتاجوهم امتى، عشان لو انا مثلا عارفه ان في حاجه بتحصل فيها زياده سنويه، فيبقى انا لما هحتاجها قبل الزياده السنويه هحطها بفلوس، لكن لو احتاجتها بعد الزياده السنويه هحطها بفلوس تاني، زي ما اللي هي الانفليشن عموما يعني، زي نفس الكلام. طيب في الرابع بلان بشتغل عليها هي الكواليتي بلان. الكواليتي بلان بتحط كلير تارجتس بستاندردز معينه لازم اتشيف. الكواليتي او الجوده في كل مكان، في كل مكان موجود، ان هو انا عندي زي تشيك ليست كده بقعد ابص عليه. والله الـ مثلا انا بعمل مثلا لعبه للطفل، اللعبه دي علشان خاطر تبقى سيف انا محتاجه انها تكون، بما انها من 5 لـ9 سنين، فمحتاجاها انها تبقى بلاستيك، بس بلاستيك ما فيهوش اي بروز، ما فيهوش حاجه حاده، يكون مثلا متكون من 3 أو 4 قطع بالكتير. كل الكلام ده ليه؟ علشان خاطر انا عندي ريكويرمنتس وعندي حاجات في بالنسبه للسيفتي مثلا محتاجه انها توصل. طب بالنسبه لان هي بتؤدي الغرض بتاع اللعبه، مثلا هي لعبه تنميه ذكاء، فيبقى تخلص مثلا من وقت كذا لكذا، ما يكونش فيها اجزاء كتير، لعب كتير، او يبقى فيها ليفلز كتير. يعني عندي شوية تشيك ليست كده ببدأ أطبقها وأشوف، والله لو المشروع أو الحاجة بتاعتي دي مشيت على التشيك ليست دي مظبوط، يبقى هي عدت الكواليتي بتاعتي. ما مشيتش عليه يبقى هي ما عدتش الكواليتي، يبقى هرجع أرجعهم أقول لهم لا أنتوا ما عملتوش كده. زي مثلا إحنا عندنا في كل بروجرام من البروجرامز اللي إحنا فيها أو قسم من الأقسام اللي إحنا فيها، في آخر كل ترم بيقدم كواليتي دوكيمنتس علشان خاطر الجودة. الكواليتي دوكيمنتس دي بتبقى عبارة عن ايه؟ ان احنا مثلا بنقدم الامتحان الفاينل والموديل انسر بتاعه، وباخد سامبلز من الاجابات بتاعتهم، باخد سامبلز ازاي احسن سامبل واوحش سامبل، يعني احسن درجة واقل درجة ودرجة في النص. بقدم حاجة اسمها ال كورس سبيكس specifications بتاعت الكورس، بقدم حاجة اسمها ILOs، كل الحاجات دي تشيك ليست كده موجودة. والله أنا قدمت كل الدوكيمنتس اللي موجودة دي، يبقى تمام، يبقى أنا كده ظبطت ورقي وعملت الكوشنير اللي انتوا بتعملوه ده، ده من ضمن متطلبات الجودة. وفي الآخر زي ما كان كم يوم كده من الأسبوع اللي فات ولا الأسبوعين اللي فاتوا دول، كان في لجنة الجودة جاية تبص بقى على كل مشتملاته، بالأوراق بتاعته، بالمعامل بتاعته، بالمكاتب بتاعته، بتقعد مع الطلب أكيد قعدت معاكو، وبتقعد مع الدكاترة، بتقعد مع المعيدين، بتشوف بقى الايه الكواليتي بتاعت الموضوع كله ومعاها التشيك ليست بتاعتها. هي أهم حاجة بمعنى أصح فعلا هي عبارة عن تشيك ليست موجودة، عملت كل الحاجات اللي موجودة في التشيك ليست، يبقى أنت عديت الجودة بتاعتك. دي حاجة اسمها quality assurance plan, a plan of activities which will assure the customer that the targets will be met. لو انت عملت شويه الاكتيفيتيز دول يبقى انت وصلت للايه للتارجت بتاعك. والكواليتي كنترول بلان تكنيكس used to control the actual level of quality of each deliverable as it is built. طب انا خلاص وصلت للكواليتي بتاعتي، لازم اعمل كنترول عليها بقى، ما مش هقول انا خلاص وصلت مره هسيب بقى الموضوع ومش هكمل تاني، فلازم اعمل كواليتي كنترول بلان. ازاي هفضل اتاكد ان نفس الكواليتي هتفضل موجوده؟ بعد كده عندنا الريسك بلان، خامس بلان بنعملها اسمها الريسك بلان. الريسك بلان دي عبارة عن
ان انا بحط او بمعنى اصح بقسم الانبوت فاكتورز بتاعتي والبروبابيلتيز والريتيرنز بتاعت الاوتكمز بتاعتي والبروبابيلتيز بتاعتي. يعني ايه بمعنى اصح؟ ان انا بشوف والله انا لو حصل لي كذا، لو في حاجه حصلت، موقف حصل معين او حصلت معينة، ايه الريسك بتاعته، البروبابيلتي بتاعت مثلا ان يحصل انفليشن قد ايه، البروبابيلتي ان ما لاقيش عماله مثلا في الوقت ده يبقى ايه، هتاثر عليا ازاي. في ميثودز كتير قوي، منها السوات اناليسز اللي انتوا عملتوها قبل كده، اللي هي السترينث والويكنسز والاوبورتيونيتيز اللي احنا عملناها قبل كده، دي جزء من الريسك بلان. الفلو شارتس بتاعت المشروع، ان انا لو مشيت كذا فلو شارت بقى، ان هو لو طب حصل مشكله، لو هنا في مشكله حصلت، طب لو حصلت المشكله دي هتصرف ازاي، طب لو ما حصلتش هتصرف ازاي. وحاجه اسمها كوز افكت او الفيش بون دياجرام، وده اللي احنا هنشرحه دلوقتي. طيب تعالوا نشوف الشكل بتاعها بس، هما ليه مسمينها فيش بون؟ لان هي بتبقى شبه الشوك بتاع السمكه، رسمتها عامله زي الشوك بتاع السمكه، اللي هو الاسهم اللي داخله ديت كانها شوك السمكه، اللي هي السلسله بتاعه الظهر. يعني بتكلم فيها عن البوز اللي بيحصل لو حصل حاجه، والافكت بتاعها هيحصل ايه. فمثلا الاكزامبل ده كاتب ايه؟ ان الافكت اللي هيحصل ميس ديدلاين، انا عندي ديدلاين ومش عارف اعمل. طب ايه اللي ممكن يحصل بقى؟ الكوز بتاعه ايه؟ البيبل absent secretary، يعني السكرتيره ما جاتش، الاطفال sick children، الولاد بتوع الموظفين غايبين عيانين ما جوش، lack of communication from client، ما عرفتش اتواصل مع الكلاينت، او بالطريقه ان انا او في الميجرمنت لاك اوف اكاونتابيلتي، ما لقيتش حد اساله، نو شورت تيرم جولز، ما كانش فيه جولز، او بالنسبه لو كان في الانفايرمنت مثلا الاوفيس تو كولد، الدنيا كانت ساقعه فالناس ما كانتش عارفه تقعد تشتغل، او الدنيا دوشه، او الفلوريسنت لايتس ما كانتش بتساعد الناس انها تعرف تقعد تشتغل، لو في الماتيريال نفسها ما فيش اقلام، ما فيش بيبر ورق يطبعوا عليه، في الماشين او في الادوات، يعني الماشينز اللي موجوده عندي، الكافي ماشين مكسوره فالناس ما كانتش عارفه تشرب قهوه فمش عارفه تقعد او تركز، البور انترنت كونكشن، سلو كمبيوتر، كل الحاجات اللي ممكن تأثر عليا من أصغرها لأكبرها. شايفين وصلت لأن إيه؟ إن الكافي ماشين مش شغال، إن الدنيا ساقعة، كل ده لو أثر عليا هيخليني أعمل ريسك ديدلاين، دي اسمها الريسك ديدلاين. طب تعالوا نشوف إكزامبل تاني كده. الإكزامبل هنا reduced competitiveness، إن هو إن أنا مش هعرف أنافس في السوق. طب إيه بقى؟ ممكن لو الاكسترنال انفايرمنت لوبينج، ان انا عندي انتظار كتير، مانجمنت بروجكت ابروتش، ابسنس اوف تشينج مانجمنت رولز، مفيش مانجمنت رولز موجود، التشينج مانجمنت لو الدنيا اتغيرت يعني ما عنديش رولز ليه. بالنسبه للمانجمنت، lack of motivation programs، ما عنديش programs في ان انا اعرف اعمل احمس بيها الناس اللي عندي، lack of training programs، مش بعرف أدرب الناس كويس، مفيش ماركت ريسيرش، البرايسز عالية، لو مثلا بالنسبة للستاف تحت، lack of motivation برضو، no interest in the outcome، الناس مش مهتمية أصلا، لو قلنا مثلا يعني ده example، يعني المهم إن هي بتبقى نفس شكل الفيش بون كده، وداخل جواها الأسهم اللي داخلة دي هي الحاجات الكوزز اللي ممكن تحصل تؤدي لي الريسك بتاعي اللي هو
ده مثلا واحد محل برجر، فبيقول ان هو لو طلع باد برجرز ايه اللي هيحصل؟ الماشينز اول حاجه اتكلم على المكان اللي عنده، ستورج اند كوكينج اكويبمنت، ففي بور هايجين وبور مينتنس، النظافه والمينتنس، المينتنس انتوا عارفين ايه، مش جاي في دماغي دلوقتي، الميثودز مثلا، الريسبي نفسها يا اما مش بيمشي على الريسبي، يا اما يا اما بايظه الريسبي نفسها مش كويس، الماتيريالز، الرو ماتيريالز، المواد الخام بتاعته مش فريش، او نوت از بريسكرايبد كواليتي، او الكواليتي بتاعتها مش مظبوطه، يعني مثلا جايب لحمه فيها دهن اكتر مثلا من المفروض يكون فيه. بالنسبه مثلا من الميجرمنتس، مش حاطط التوابل المظبوطه، ده دي فكره هي لمشروع تاني، يعني حاجه صغيره مش مشروع. شوف بس لو في حاجة نسينا نقولها هنا. بس هو ده تقريبا الشرح الكامل ليه، والفيش بون دياجرامز دي انتوا بتعملوها برضو للمشروع بتاعك. وبعد كده في حاجة في تو بلانز، بعد كده احنا بس هناخد المعنى بتاعهم مش اكتر، او التعريف بتاعهم. الاكسبتنس بلان هي الكرايتيريا فور اوبتينينج كاستمر اكسبتنس، ايه الطريقه اللي انا يعني هعملها علشان خاطر رضا العميل يعني. بعد كده البروكيورمنت بلان هي ا بلان تو ايدنتيفاي ذا اليمنتس اوف ذا بروجكت ويتش ويل بي اكوايرد فروم اكسترنال سبلايرز تو ذا بروجكت، يعني انا محتاجه ايه الحاجات اللي انا هحتاجها خارجيا للبروجكت، السبلايرز بقى اللي عندي مثلا زي بتاع البرجر ده مثلا، فهو محتاج سبلاير للحمه، سبلاير للتوابل، سبلاير للعيش، سبلاير للجبنه، سبلاير للخضار، سبلاير للباكجينج، الورق اللي هيخلط بيه البرجر، العلب اللي هيحطها فيه، لو عنده كوبايات وكل حاجات البلاستيك اللي بيستخدمها. فكل السبلايرز دي اسمها بروكيورمنت بلان، ودي اللي محتاجه ان انا اعمل لها بلان. احنا مش هندخل في تفاصيل دول، احنا بس هنعرف ان هم موجودين عندي في البلاننج فيز، وهعرف التعريف بتاعها. وبكده نكون خلصنا الحمد لله كده. دي الجلوسري اللي موجوده عندكم، ودي اسئله اللي زي ما اتفقنا ان احنا هنعملها بونص. بس في حد عنده اي سؤال؟ أي سؤال مش ممكن؟ ولا انتوا نمتوا خلاص؟ مع حضرتك يا دكتور. طيب أنا كده خلصت المنهج بتاعي أو الجزء بتاعي إن شاء الله. دكتور أحمد إن شاء الله بإذن الله هنشوفكم الخميس الجاي، لو انتوا مش عايزين ميعاد 8 الصبح ده حاولوا تتفقوا معاه، لو في رمضان بالنسبة لرمضان يعني. وبعد كده ان شاء الله زي ما اتفقنا بعد رمضان هسيبكم كده براحتكم، عشان خاطر كمان داخلين على 10 اواخر باذن الله، تكونوا طيبين القدر الجميل يعني يا رب. بعد رمضان نعمل بقى موضوع الكهوت ده، عشان انا كان نفسي بصراحه نلعب اكتر من كده، بس معرفش الظروف سبحان الله كانت الترم ده ملخبطه شويه. وانا كنت قلت لباشمهندس يوسف وباشمهندس احمد انه تفكروا كده في فكره، انا يعني بره الهندسه بقى وبره المنهج وبره كل الحاجات دي نعملها، ننزل كليه حتى نجرب نلعب باي حاجه. موضوع البازل ده للاسف ما نفعش سبحان الله يعني، معلش قدر الله ما شاء فعل. تفكروا في حاجه كده، اعملوا برين ستورمنج كده، وخصوصا سنه رابعه هتبقوا محتاجين طبعا انتوا الحاجات دي اكتر. وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. درجات الميد تيرم موجوده معايا، هرفعها لكم ان شاء الله في خلال الويك اند ده باذن الله. هي اشوفكم على خير، لو حد محتاج اي حاجه يبعت لي. كان في حاجه برضو كانت جات لي اسئله كتير قوي على موضوع الشيت ارقام والمسائل بتاعه الشيت اللي فات، فان شاء الله باشمهندس حازم هيديكوا سكشن المفروض، او مش عارفه اديكوا ولا ايه، هيشرح فيه تاني الكلام يعني، هيشرح فيه الشيت تاني ويبقى اسئلتكم تاني لو محتاجين اي حاجه، وتعيدوا المسائل تاني لو في اي مشكله، بعتولي تاني لان انا لقيت اسئله كتير قوي، فقلت بدل ما ارد على واحد واحد
اخلي الشرح في السكشن يتعاد تاني، ولو عندكم اي اسئله او اي كونسرن باي حاجه تشوفوها، وان شاء الله هنزل لكم المودل انسر كمان بتاع الشيت باذن الله. لو في اي اسئله تاني بعتولي، ومتشكره جدا ليكم، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.